في كل سنة يتسبب التب بوفاة 7 ملايين شخصاً في العالم، ويسبب التعرض للتدخين القسري وفاة 890,000 من غير المدخنين. 80% من هذه الوفيات تتمركز في دول منطقة الشرق المتوسط. في الأردن الأرقام صادمة، 60% من الذكور البالغين و45 من اليافعين هم من المدخنين. بالتالي نلاحظ ازدياداً في الوفيات الناتجة عن الأمراض المزمنة مثل أمراض القلب والسرطان المسؤولين عن أكبر عدد وفيات في المملكة. في عام 2012 حوالي 40% من إصابات السرطان في الأردن سببها استخدام التبغ، وليس فقط سرطان الرئة، إنما أكثر من 11 نوعاً من أنواع السرطان، إضافة إلى الأمراض الرئوية المزمنة والسكري. ما هي الحلول؟ التوصيات العالمية متمثلة بالاتفاقية الإطارية لمكافحة التبغ FCTC وسياساتها الست Empower، تعتبر علاج الإدمان على التبغ جزءاً مهماً لحل المشكلة. علاج الإدمان على التبغ له جدوى صحية واقتصادية بالمقارنة مع التدخلات الطبية الأخرى للأمراض المزمنة. وفقاً لنتائج الدراسات، فإننا نحتاج إلى إجراء الكشف المبكر لسرطان الرحم ل1140 سيدة على مدى 10 سنوات لوقاية سيدة واحدة من الوفاة. كذلك نحتاج لعلاج 700 شخص مصاب بارتفاع ضغط الدم على مدى سنة لوقاية شخص واحد من الوفاة. كما نحتاج إلى صرف أدوية خفض الكوليسترول ل107 أشخاص على مدى 5 سنوات لوقاية شخص واحد من الوفاة. أما من خلال العلاج المتكامل للإدمان على التبغ، نحتاج لتقديم العلاج ل40 شخصاً فقط لوقاية شخص واحد من الوفاة. مركز الحسيني للسرطان باعتباره ممثلاً للجسور العالمية في المنطقة يقوم بدور فعال في مجال علاج الإدمان على التبغ من خلال عيادة متخصصة، التدريب على العلاج في الأردن والمنطقة، مشروع متخصص للتعاون والتدريب على علاج الإدمان على التبغ بين دول المنطقة، إعداد وإصدار الدليل الإرشادي الأردني لعلاج الإدمان على التبغ، القيام بالأبحاث والدراسات العلمية لتحسين خدمات علاج الإدمان على التبغ. توجت جهود المركز باعتماد برنامجه التدريبي من قبل مجلس اعتماد تدريب علاج الإدمان على التبغ ليصبح أول برنامج معتمد في هذا القطاع خارج الولايات المتحدة الأمريكية. حان الوقت الآن للتعامل مع علاج الإدمان على التبغ بشكل أكثر جدية من خلال دمج علاج الإدمان على التبغ ضمن الخدمات الطبية، توفير العلاج الدوائي وشمله بالتأمين الصحي، زيادة الكوادر الطبية المؤهلة، زيادة التوعية بضرورة الحصول على العلاج، إجراء المزيد من الأبحاث العلمية. لنتخيل النتائج الإيجابية الكبيرة لعلاج الإدمان على التبغ في حياة الكثيرين.